نحمد الله المعين، تائبين عابدين، إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين. نحمد الله الذي قد أرسل الهادي محمد صفوة الخلق الممجد رحمة للعالمين، سيد الأكوان طه وأعز الخلق جاء، عنده المجد تنا رغم أنف الكافرين، خاتم الرسل الكرام وسنى كل الأنام، دينه دين السلام والحجال المبصرين، هو شمس الكائنات جاءنا بالمعجزات والهدى والبينات، فانظروا الذكر المبين وانظروا الموعود فينا، إذ أتى في الآخرين بعد خير العالمين، تجد الحق اليقين، بدر هذا الكون هلا وظلام الجهل ولا، مرحبا أهلا وسهلا بإمام المسلمين، ليس مهدي سواه في تقاه وعلاه، خالق الكون اصطفاه فراء الروح الأمينة، داعي الله العظيم جئت بالخير العميم للمسود والزعيم وجميع العالمين. يا عباد الله هبوا ونداء الحق لبوا، ليس غير الله رب، فاعبدوه مخلصين.